السلام عليكم كيف بشخبان شهر تمام جيتكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ بسوي رياكشن على بعض ناس في التيك توك اللي هم شحادين بذل، فهمتوا؟ ان شاء الله فهمتوا، يعني استغفر الله العظيم، يعني الله ابتلاهم بشيء، اوكي؟ الله ان شاء الله يعوضهم اياه بالجنة. هم قاعدين يستغلون هالمرض هذا اللي الله ابتلاهم فيه في الشحادة، من النهاية هم شحادين يعني، والله يجيرنا منهم. قبل نبدأ مقطع سلاك وشراك سوي توجد تحت صندوق الوصف، تابعوني عليه كام، تابعوني على سناب بعد، صلوا على النبي وليتس جو نبدأ المقطع. شباب والله العظيم لو شكل خالص ولا حتى لو ببقي ولا اكل من البطاطس المحمرة ديت غير لما بعثي اسد على المسومهاش. بس يرديكوا كده يرديكوا كده بودي ابو شعري سايح وجاي على جنب كده بودي فلقة القمر يروح ينام كده من غير ما ياكل يا جدعان. انا والله العظيم مش شكل حاجة خالص ولا حتى لو ببقي ولا هاكل كمان من الستر الكبير قوي ده غير لما بعثي اسد على المسومهاش. كل ما اخش بسرعة على البث المباشر مش هتلاقوني اكل، لا مش هاكل. يا هلا، يعني انا ودي افهم شغلة، يعني انت يا بودي يعني تذل نفسك لهالدرجة اوكي علشان اسد؟ هو بالنسبة له اذا كان عايش في مصر ترى الاسد مرة غالي. اتوقع ان الاسد ب 4000 ريال سعودي، 4 ضرب 4 16000 جنيه اتوقع. انا ما اعتقد هذا من قبل، لكن تعرف لكن بعدين انا ما ادري كم. بس يا اخي مشكلة انا خايف اني لا اسولف شيء اوكي وحرام ولا شيء عشان اكسر خاطره والله العظيم. شباب والله العظيم انا مش واكل حاجه خالص ولا حتى لما بقي ولا اكل من الاكل دوت زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان غير لما بعت لي يا جماعه الكلب اللي هو بيعمل كده. بس كده يعني يرضيكوا كده يرضيكوا كده بودي ابو شعر سايح وجاي على جنب كده بودي فلقه القمر يا ابن الحلال. والمصحف اللي خايف لا اقول شيء يطلع غلط. استغفر الله يا اخي، في ناس تنمر عليه، في واحد كاتب له كل عشان ايدك تكفر. يا ابن الحلال ترى حرام حرام، هنا يصير التنمر في خلقة الله اوكي، تنمر ما يصير، لا يجوز التنمر. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. يا بودي في مليون محتوى تقدر تسوي، اما هذا ما يصير. شباب والله العظيم انا مش واكل خالص ولا حتى لما بقي ولا اكل من الاكل دوت يا جدعان اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو غير لما يبعت لي بقى اصلا على المثل المباشر. بس يرضيكوا كده يرضيكوا كده بودي القمر يا رجال. بس استغفر الله العظيم قهرني يا عيال ورب الكعبه قهرني، يعني يقدر يسوي كل شيء كل شيء. في ناس أسوأ وبدعت وطلعت وما شاء الله عليها، شوفوا الحين ما أريد أذكر اسمها عشان ما يصير الموضوع فيه حساسية. أخي الواحد كرامته، الواحد كرامته، الله يرحم أمك يا بودي يا فلقة الأمر، تعال القمر يفلقك يا أخي. بس ما يصير يا بودي. شباب والله العظيم أنا مش فاكر حاجة خالص ولا أكل من الأكل دوت ولا أكل من الفراخ ديت زي ما أنتوا شايفين كده ولا أكل من المكرونة البشاميل ديت يا جماعة إلا ما بعتلي يا جدعان الكلب اللي هو بيعمل كده. يا ولو الله لو عندي ملايين الدنيا مرسل لك هي يا علال، إنه قهرني صراحة قسما بالله قهرني. ليش ما أدري؟ الله ما ادري يا بودي، عند استغفر الله العظيم يا اخي، استغفر الله العظيم. مو صاحبي خايف لو اقول شيء وادخل في الحرام او شيء، خليني ساكت احسن لي. يا عيال عند عبد الرحمن عنده 4 مليون و100 الف، انا بقول لكم ماني ماكل حد ما توصلوني 1000 100 الف ماني بطلت اكل. شوفوا ده الشاي، ماني شارب الشاي حد ما توصلوني 100 الف. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، خلاص نسوي زي كذا ها، على عمريني ما وصل زي كذا والله العظيم. ونروح على الثاني، انا بروح على الثاني اصلا مجهز الموضوع كله عشان الثاني اللي هو مين؟ فهودي. والله العظيم اني مجهز شو اسمه كله عشان فهودي، لان فهودي عاد طقطق عليه. استغفر الله العظيم، شوف نشوف هذا اوكي. طبعا فهودي نفس المحتوى، فبوريكم المحتوى بعدين بندخل المواضيع الثانيه. ابي اسد، ابي اسد الحين، مين ينزل لي اسد؟ يلا عشان اعافي. يلا ما راح اكل، ما راح والله إن ما نزل لي أسد ما راح أكل، إن ما نزل لي أسد ما راح أكل، والله ما راح أكل، خلاص ماني ماكل ماني ماكل،
جعل عمرينك ما أكلت، قسما بالله جعل عمرينك ما أكلت، نزل أكل ما أكل اللي ينزل يا أسد. أنا كل يوم أروح المطعم بعد المدرسة، تخيلوا أنا فاتح بث كذا وأنا بعد المدرسة ماني ماكل ماني ماكل، حد ما ترسلوا لي بطة ولا تشلب أي شيء. ماني ماكل ماني ماكل والله ماني ماكل. شوفون الطحن جديد، الطحن جديد ما كليت منه ولا شيء، ماني ماكل خلاص ماني ماكل. عيال كم قيمة الأسد تعرفون كم؟ $450 بالضبط. يا شوي يا شوي يا عيال، 1700 ريال تقريبا، وهو يجي يتوقع انه 4000 كذا النقاط. طبعا 70% تروح للتيك توك، يعني ممكن يجي من ال 1700 ريال ممكن يجي 400 ولا 500 ريال. يا فهودي شوف، طبعا فهودي يقهر مرة، انا ما اطيقه الشخص هذا، ما اطيقه ابدا ابدا، وانا مستحيل انصحه، لكن فهودي الله يرحم لي امك ترى كذا ما يصير، والله العظيم ما يصير. وكل الناس قاعد تقول جعل عمرك ما تاكل، والله العظيم. والمصحف اوكي ما رايح انت؟ وين رايحة؟ رايح اتمشى. خلينا نوقف معك. تروحي؟ لا لا ما ركب رجال انا معي. هاني ليش؟ ما ركب معي انا. ما فيها شيء. ليش ما فيها شيء؟ هاني لا فهودي امي تطقني. ما تطقك هاني. يا عيال في مليون تساؤل كذا براسي انا. اول تساؤل هي بالاساس ليش وقفت له؟ اوكي؟ وثاني تساؤل هو على كيف امه خليني اركب معك عادي ما طقت، جعلك تنطق انت وهي. والله العظيم انا ودي اعرف هذه وين متربيه اصلا. وقفت له قابلت فهودي من زين عاد، استغفر الله العظيم. واحد قال طلع نسونجي هذه متربيه له هو ولا هي؟ الله استغفر الله العظيم. يا هذا ما جاكم ما عاقل ما عاقل ما عاقل. جعل عمرينك ما اكلت. تغلبات مزاج فهودي اسرع من توبة امير الناصر. تبون مقطع امير الناصر؟ خذ تشتكي علي وعد كنت ذاك اللي فيه مسامير. طبعا اقصد ابغى انام بس خوف صار بدون من. على الرشاش الطائرات الحربية في حقة المدافع حقة الدبابات عفوا، بس لا الدبابات ما لها داعي. يجبط طيقة والله العظيم. يلا يا سحيلة لا نتأخر. يلا يلا يما جاية جاية إن شاء الله. يلا فهود يا حبيبي يلا قوم. آسف ماما. وي فهود يا حبيبي مو وقتك توسخ الحين. يلا ماما أنا جاهزة. سحيلة قبل لا نطلع فهود يوسخ، روحي غسلي له يلا بسرعة. Excuse me. والكشخة طيب وش صار عليها؟ أنا شطحت في المقطع مدري ليش قاعد ينزل وطلع ليه. هذا فهود يطلق من ذاك صدقوني قسما بالله، إن ذاك في كمية نرفزة وقثة قثة 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 صدق. المشكلة إنه حسابه الأصلي فيه 500,000، شوف محتواه في حسابه الأصلي. طبعا قبل كان ينزل ماني ماكل هذا البيبسي ما راح أكل أي شيء، ما راح أكل الحين طفي. أنا وصلت مليون لايك، مليون لايك الحين ما راح أكل، وراح أفتح بث على الأرض الحين بفتح بث، انا اعتبره غدا ما راح ما راح. يا ولد اللي جنبه رب الكعبه لا اهف وكف، والله العظيم ثبتنا ماني ماكل. جن امرينك ما تاكل تاك سموجا. انت امير الحسن سلطان الجمال. يا يعني فهودي في كميه ملح الله لا يوريكم والله العظيم. في واحد كاتب له فهودي استخدم الشركه منك مره. استغفر والله انا درد عليه بتعليقي بحذف التعليق. متابعيني شراكم بأخلاقك حلو أول ولا الحين ولا من كان شعري طويل ولا الحين أحلى، أعطوني رايك بالكومنت أي أحلى الحين ولا أول. يشبه سوما صديقك. لا والله صدق يشبه. يا يعني مقاطع تجيب مشاهدات مرة عالية، مقاطع خايسة. شوفوا ما في هذا من وراء الأسود وإنه عدم يأكل، صدقوني استغفر الله العظيم. يا عيال إلى هنا صنعت الحلقة. أدري 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 إن المقطع مرة باهت وخايس، لكن إيش بسوي عشان مقطع عليكم. أنا في عندي مدرسة عيال تنسون، أنا الحين ثالث ثانوي. فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي تنجز تحصل درجات. تابعوني على سناب بعد. صلوا على النبي والسلام عليكم.